رسالة مفتوحة إلى الشعب العراقي في الذكرى 18 لاحتلال العراق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، وبعد، فها هي 18 عاماً من الاحتلال الأمريكي البريطاني على العراق الذي بدأ في 9 نيسان عام 2003 تمر على العراق، وما تزال قوى الشر التي سلطها المحتل على رقاب العراقيين تعيث فساداً وتدميراً وخراباً بالعراق لإنهائه بشكل كامل. فاحتلال العراق لم يكن لتغيير نظامه السياسي وجلب الديمقراطية الكاذبة أو البحث عن أسلحة الدمار الشامل كما زعمت أمريكا كذباً وزوراً، وإنما كان احتلالاً بغيضاً استهدف العراق وتاريخه وحاضره ومستقبله، ولم يكن له مبرر سوى جشع المحتلين وحقدهم على العراق وشعبه وسعيهم الحثيث لإشاعة الفوضى والدمار في العراق لتفكيك بنيته وخلخلة نسيجه المجتمعي وقتل الانتماء للوطن بين أفراد شعبه. وإغالاً بمشروعه التدميري، فرض الاحتلال على العراقيين نظاماً سياسياً قمعياً مارست حكوماته المتعاقبة كل نقائص الدكتاتورية باسم الديمقراطية، وأوغلت على مدار السنوات الماضية في تمزيق وحدة البلاد وترسيخ الفتن الطائفية والعرقية بين أبناء الشعب العراقي ونشر الفساد، وأرست حالة فقدان الأمن وتقويض مؤسسات الدولة كلها وتعميق فصول معاناة الشعب العراقي ونشر الخراب بكل ألوانه عن طريق استعانة قوى الشر الأمريكية والإيرانية المحتلة للعراق بأدواتهما التنفيذية من الأحزاب والميليشيات الإرهابية الظلامية. وتتلخص مخرجات كل ما تقدم ذكره في الآتي: أولاً، تحويل العراق إلى ساحة للموت الجماعي للشعب العراقي بإزهاق أرواح وسفك دماء أبنائه وانتهاك حرماتهم بممارسة الخطف والتغييب والاعتقال والتعذيب في السجون الحكومية والميليشياوية والحملات العسكرية ضد المدن والقرى وهدم البيوت على ساكنيها في سياسات قمعية وثأرية ممنهجة دأب عليها الاحتلال ودرب عليها من جاء معه أو التحق به أو تعاون وتعامل معه. ثانياً، انعدام السيادة العراقية في ظل الاحتلالين الأمريكي والإيراني بسبب الهيمنة الواضحة على القرارات التي تصدرها السلطات في العراق واستباحة الحدود العراقية البرية والجوية والمنافذ البحرية. ثالثاً، استمرار تفكيك الدولة العراقية وتفريغ البلاد من الكفاءات العلمية والفكرية والثقافية وإقصاء عشرات الآلاف منهم وإزاحة أصحاب الاختصاص والخبرات وإجبارهم على ترك البلاد بتشريع القوانين الجائرة تارة وممارسة القتل والإرهاب بحقهم تارة أخرى وإحلال عناصر الأحزاب والميليشيات الطائفية غير المؤهلة مكانهم بدون شرط أو ضابط. رابعاً، انهيار اقتصادي واضح وتداعيات اجتماعية كارثية بعد عجز حكومات الاحتلال الأخيرة عن دفع رواتب الموظفين إلا بقروض داخلية وخارجية وتخفيض كبير في قيمة الدينار مقابل الدولار في محاولات ترقيعية للابتعاد عن معالجة أسباب التدهور الاقتصادي الحقيقية المتمثلة في نهب ثروات البلاد وامتصاص عائدات النفط لصالح الأحزاب وميليشياتها، والسياسات الفاشلة في كل مفاصل الوزارات والدوائر الحكومية وتعطيل المنشآت والمعامل الصناعية
ومنع استخراج الغاز العراقي وحرمان الزراعة المحلية من الدعم لكي يستمر العراق باستيراد كل ما يحتاجه من إيران والدول الأخرى تنفيذاً لرغبات مصالح دولية وإقليمية، وهو ما تسبب باستشراء البطالة بين المواطنين وشيوع ظواهر سلبية كثيرة. خامساً، شيوع الفوضى وغياب الاستقرار والأمن، وقد ازدادت بشكل كبير بعد سيطرة الميليشيات المسلحة الموالية لإيران على المدن والمحافظات العراقية، واستهداف الناشطين السلميين وتصفيتهم، ولتنفيذ مشاريع التغيير الديمغرافي باستخدام قانون الغاب وسياسة الإفلات من العقاب التي أشاعتها سلطات الاحتلال واستمرت في ظل الحكومات المتعاقبة، ونشر الفوضى وتدمير المجتمع العراقي من خلال تجارة المخدرات والتجارة بالأعضاء البشرية وغيرها من التجارات المحرمة. سادساً، السيطرة على القضاء والتلاعب بالمؤسسات القضائية وتشريع القوانين الجائرة وإصدار الأحكام المسيسة على نطاق واسع ضد الخصوم وضد من يعارض الاحتلال والسياسات الحكومية المنحازة لأحزابها وميليشياتها وكل من يطالب بحقوقه المشروعة. سابعاً، الانتقال إلى مرحلة الحكم المباشر للميليشيات الموالية لإيران بعد شرعنتها سياسياً ودينياً باسم الحشد الشعبي، واستخدام العراق ساحة للصراع مع الدول العربية والإقليمية، وهو ما أدى إلى استمرار الفوضى وضياع كل فرصة ممكنة لانتشال العراق والعراقيين من تحت ركام آلامهم ومآسيهم. ثامناً، انهيار النظام الصحي في العراق، مما تسبب بانتشار الأمراض والأوبئة وتراجع كبير لمستويات الصحة العامة في العراق، وانهيار المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى، وتعريض حياة العراقيين للمخاطر الكبيرة. وأبرز الشواهد على ذلك هو الفشل الذريع في التصدي لجائحة كوفيد-19. إننا في هيئة علماء المسلمين ما زلنا نؤكد على أن استمرار معاناة العراقيين هو بسبب العملية السياسية التي جاء بها المحتل وأسس عن طريقها مسار الفوضى السياسية والأمنية والاقتصادية التي أدت لكل النكبات على مدى السنوات الماضية وعمقت المشاكل في العراق وجعلتها عسيرة الحل، وهي نكبات مستمرة لن تنتهي إلا بمشروع وطني حقيقي متكامل وشامل بعيداً عن لافتات المشاريع الوطنية الكاذبة والمصالحات الوطنية المرفوعة من قوى العملية السياسية أو الجهات الطامحة لدخولها. إن المشروع الوطني النظيف والحقيقي هو وحده الكفيل بإزاحة العملية السياسية الحالية وآثارها المدمرة وبناء نظام سياسي شامل وعادل يضمن التداول السلمي للسلطة ويحمي حقوق العراقيين ويرسخ دولة المواطنة ويحارب الاستبداد السياسي والاقتصادي والاجتماعي بكل أشكاله وأنواعه، ويؤسس لحياة سياسية سليمة مكفولة بدستور متفق عليه وطنياً، ويمهد لعملية إعادة بناء مؤسسات الدولة العراقية التي ستقوم بواجب حماية ثروات العراقيين وإدارتها والقيام بواجباتها في تحقيق الاستقرار والأمن والعيش الكريم للعراقيين جميعاً بدون تفرقة على أي أساس من أسس التفرقة العنصرية أو غيرها، وليعود العراق مصدر خير للأمة جمعاء. الأمانة العامة، في 27 من شعبان
لعام 1442 للهجرة المباركة، الموافق 9 من نيسان لسنة 2021 ميلادية.